قرأت إزاي تصريحات فخامة الرئيس خلال زيارته لمحافظة البحيرة وافتتاح عدد من المشروعات حياة كريمة؟ هو في البداية لازم يعني امبارح نقول ان امبارح كان يوم جميل يضاف الى الايام الجميلة للدولة المصرية، الدليل وتأكيد على ان الرئيس مش منفصل عن الشعب، الرئيس من الشعب، الرئيس بينزل بنفسه وبيلتقي بالمواطنين، يعرف منهم آرائهم ويعرف منهم حتى رؤيتهم للمرحلة المقبلة وكيفية مواجهة التحديات ومواجهة الأزمات. وده الرئيس دي دايما الرئيس بي بي بينزل للشعب وبيتحدث مع الشعب وبيتحدث مع المواطنين. طبعا وجود الرئيس امبارح في قرية الأبعدية ومتابعته لكل الإنجازات اللي تمت على الأرض من خلال مبادرة حياة كريمة اللي أنا شايفها هي المبادرة الأعظم بالنسبة للدولة المصرية على مدار تاريخها، لأنها قدرت توصل للمواطن في الريف المصري اللي كان مهمل لسنوات طويلة وتقدم له كل هذه الخدمات اللي احنا شفناها في الأبعدية وشفناها قبل كده في أكتر من محافظة. الرئيس راح زار أيضا قرى من اللي تم تطويرها في حياة كريمة. طبعا وجود الرئيس امبارح وان هو يلتقي بالمتواجدين هناك في كل المناطق في الوحدة الصحية ويتأكد بنفسه على توفر الأدوية كلها بالكامل، وجوده مع المسلمين، مجمع الخدمات والاطمئنان على ان ده بيسر على المواطنين، ودي كانت اهم نقطة كانت بعيدة عن الريف المصري والقرى المصرية. وجود مجمع للخدمات، وجود مجمع للخدمات قبل كده كان اي مواطن في الريف او في اي قرية عايز يعمل بطاقة مثلا، عايز يطلع مستخرج لشهادة الميلاد، كان لازم ياخد بعضه وينزل على المحافظة او المركز اللي هو تابع ليه عشان يقدر يقدم خدمات، يجيب الطلبات بتاعته. وزيارة برضه فخامة الرئيس لدار المسنين، ودار المسنين يعني دي مهمة ايضا جدا ان هو يلتقي بالمسنين ويلتقي بكل المواطنين، يعني مسنين ومزارعين وفي الوحدة الصحية وفي النهاية والشباب والعاملين بالدوائر الحكومية، كل ده الرئيس عايز يعرف أبعاد ما يحدث داخل الدولة المصرية، تأثيرات اللي بتحدث داخل الدولة المصرية. خلي بال حضرتك ان احنا في وقت دايما اوقات الازمات بتكسر الشائعات وبتكسر اللي احنا في وقت احنا بنحارب بحروب الجيل الرابع، فلازم يبقى المواطن على درجة كبيرة من الوعي. فلما يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين ويتحدث معهم بنفسه ويشرح لهم كل ابعاد الازمات اللي بتحدث لينا، حتى الازمات الاقتصادية، الازمات الاجتماعية، الازمات الدولية اللي بتأثر بشكل كبير على الدولة المصرية، فده اكبر درجات يعني الوعي ان انت تقدر تاخد الكلام الحقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بيدحض كل الاكاذيب او الشائعات اللي تمت واتقالت وتناقلت قبل كده. فكان الرئيس حديثه مباشر جدا وحديثه صريح جدا للمواطنين، وشرح ابعاد الازمه الحقيقيه اللي احنا فيها دلوقتي، وحط كمان اطروحات يعني للمستقبل هيحصل فيه ايه. لازم المواطن يخلي باله، الزيادة السكانية اللي اثرت بشكل كبير على التنمية داخل الدولة، العديد من الاجراءات اللي لازم المواطنين ياخدوها ايضا خلال الفترة بالتأكيد القادمة.